سلام، اليوم يا شباب راح نشوف شخص راح يبني بيت كامل، لكن مو بيت عادي، راح يبني بيت صغير، بيت ما ادري كيف اشرح لكم بيت صغير، بس بيت جدا جدا صغير، يعني حق فار. المهم راح اسوي بيت كأنه حقيقي، اوكي، بمواصفات حقيقية لكن جدا صغير. خلينا نشوف مع بعض كيف بيستوي هذا البيت معانا. طبعا الحين في البداية مثل ما تشوفون بدأوا يحطون الأساس، طبعا يسوونه بنفس الطريقة اللي يسوون فيها أتوقع البيوت الحقيقية. بدأوا يسوون الأساس حق البيت نفسه. أوكي. زين، حطوا الأعمدة. بعد في أعمدة ثانية بيحطونها على جنب عشان أتوقع يسوون الأرضية المفروض والغرف والأشياء هذه. أوكي، لاحظوا إنه قاعد يسوون الأشياء اللي كأنها حقيقية بس صغيرة. أوكي. لاحظوا كيف الفكرة غريبة، يعني اول ما تشوف الفكرة بتحس انه كيف شيء غريب، وليش سوينا بهالطريقة؟ يعني حتى جايبين شاحنة لعبة. ضبطوا المكان. اوكي، مثل ما تشوفون جهزوا المكان، خلاص المكان جاهز الحين. جابوا الخشب. بهالطريقة يسوون البيوت الحقيقية. خلاص الاساس جاهز، تمام. الخطوة اللي بعدها الحين بدأوا يجيبون الطوب. اوكي، يضبطونه، يسوون الغرف. بس كيف بيقدر يسوي داخل الغرف نفسه؟ لانه راح حتى يأثث المكان، كيف بيقدر يأثث المكان وهو جدا صغير؟ ما ادري. اوكي، بدأ يسوي الجدران. الشيء الوحيد اللي ما قاعد يسوونه بالمواصفات الحقيقية اتوقع هو موضوع الكهرباء، بس الشيء الوحيد الا اذا بيسوون الكهرباء فوق، ها شيء ثاني. ما زالوا. خلاص جهزوا المكان. حلو. اوكي، بدأوا يحطون سيراميك حق المكان حق الباب اعتقد، ما ادري شنو. الباب، اوكي حلو، يعني صح كلامي، هذا الباب. قاعد يضبطون الارض. وش ده؟ حشرات، كان في حشرات. اي والله في حشرات المكان، ليش حشرات الكثر؟ اوكي جهز، بس مو كامل بعد. هذا باب من نوع ثاني. شوفوا كيف. بدي يصبغ. ابتدى موضوع الصبغ، الغرفة هاي صبغها بهاللون. كالعادة ضبط الارضية. الله يكرمكم الحمام. استوى رهيب، الفكرة رهيبة. اي شخص يحب هذا النوع من المقاطع اضغط زر لايك، بنزل لكم باذن الله مقاطع من نفس هذا النوع، لكن فقط اذا تحب هذا النوع من المقاطع. زين، جهز المغسلة. اوكي خلاص المكان جاهز هني. الباب، المنظرة هني بعد تركب الحين. لا والله في إضاءة. أوكي، حتى الماي حقيقي يطلع ويشتغل الماي. طبعا ما كملوا، قاعد يجهزون أتوقع أشياء المطبخ. أشياء صغيرة صح. أيوة، يعني حتى هذا حقيقي، حتى هذا حقيقي، يقدر يطول ويقدر يقصر. والحين وين وصلنا؟ ما زلنا في المطبخ. يب، الحين في المطبخ. اوه اوه، مو طبيعي، مو طبيعي الشيء.
هذا شنو بالضبط؟ حق المطبخ بعد ما ادري. اوكي غرفة الطعام هذه. اوكي بالفخار ايش قاعد يسوون؟ اوكي بالفخار قدروا يسوون اثاث البيت نفسه. ما زالوا شغالين. وش ده؟ وش الفكرة بالضبط؟ وش ده؟ سرير سرير. اي والله سرير. ما والله الغرفة طلعت خيالية. الغرفة طلعت مو طبيعية، مو بس خيالية. هذا بعد نور. فعليا الإضاءة خلوها من فوق. لاحظوا كيف حلو المكان اللي بعده. بعد الإضاءة حقته موجودة. هاي بعد إضاءة من نوع ثاني. اسلام. كأنه شيء حقيقي. كأنه شيء حقيقي. والله كأنه شيء حقيقي. خلاص. بعد هذا كله دمروه. لا في بيشتغلون على شيء اضافي اتوقع. لا اوكي كان في تعديل بيسوونه. الحين يسوون الطابق اللي فوق. شيء مو طبيعي. البيت استوى بس بعد بيسوون اشياء. هذا شنو؟ مدخل البيت الظاهر. هني في غرفة وردية. حطوا باب. اوكي حلو. نايس. ستارة مع انه ما حط اوه على كهرباء بعد. اوكي حلو. مع انه ما حطوه في الغرف الثانية ستاير. كالآلة الإضاءة. اوكي. مكيف. مكيف ليش؟ مكيف ولا تخيل؟ وليش مكيف اصلا؟ ليش مكيف؟ شكله مكيف حقيقي. دقيقة. شكل ولا حقيقي ولا بس يطلع صوت؟ يمكن بس يطلع صوت. فعليا مكيف. شكل شيء خيالي. المقطع هذا فيه كمية إبداع غير طبيعية. وش بيسوي بعد؟ أكيد في فكرة. وش ده؟ الحين ما أدري. غسالة. أعتقد غسالة. يب غسالة. كل هذا عشان نسوي غسالة. خلاص جاهزة.
استوت. متخيلين كمية الدقة اللي قاعدة تصير؟ من ولا شيء ترى سواه، من ولا شيء. من ولا شيء سوى غسالة. ولا تطلع ماي بعد. هذه الغرفة اللي بيغسلون فيها. كل شيء مجهز. ها شكل المكان. ابداع. اي شباب، هذا مقطعنا بشكل كامل. اتمنى عجبكم المقطع. اتمنى كلكم تضغطون زر لايك، تشتركون في القناه، لا تنسون كلكم تشتركون في القناه الرئيسيه، الرابط موجود تحت في الوصف والديسكربشن. وايضا لا تنسون كلكم تتابعون انستغرام حقي، ايضا موجود تحت. اشوفكم على خير، مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، من ضمن جيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة. أما